فكرة الأوتوبيس المتنقل أو الكامب اللي بيكون مريح فيه كل خدمات، مية شرب أكل كهرباء، اللي ممكن تخلي أتنقل بيها من مكان للتاني، كانت عندي من زمان، من أول ما بدأت رياضة الرالي من 7 أو 8 سنين. فالأوتوبيس شفت ايه اللي ممكن يكون موديل قديم جدا، يكون بس موتور وداير، يكون فيه ترخيص. دورت كتير جدا في السوق لغاية لما لقيت الأوتوبيس ده، قيمته كانت 100,000 جنيه، ويعتبر ده رخيص جدا للأوتوبيسات، يعني سوق الأوتوبيسات. وبدأت بقى أقول إن كل ما يبقى معايا فلوس أجهز فيه واحدة واحدة. وانا مقرره ان انا افضل هنا موجوده فيه على طول، يعني مش بس للرحلات، لا انا هستعيد بيه عن بيتي الاصلي، منها ان انا هوفر طبعا كل المصاريف بتاعه البيت، ايجار وكهرباء وصرف، كل الحاجات ديت انا مش هبقى بدفعها وانا في البيت، ومنها ان انا ابقى قادره اتحرك بيه في اي حته. بدأت في اني لازم كنت اعلى بالسقف، كان مستوى السقف هنا واطي اللي هو ده تقريبا، فلا كنت محتاجة اعلى بيه، لان اللي بيبقى واقف ما يبقاش متضايق، ان انا اخلق كمان مساحة بتاعت اوضة ابني، يبقى في اوضة ليه مخصوص واللي هي انا اوضة، يبقى كل واحد ليه الخصوصية بتاعته. فيلم كراكون في الشارع ده مسيطر على دماغ الناس كلها، ان دي مشكله وهتواجه مضايقات كتير من الناس في الشارع وهكذا. ما اعتقدش ان ده هيحصل، انا لسه ما جربتش، بس ما اعتقدش ان ده هيحصل، لان انا كل اللي حواليا، جيراني، صاحب البيت حتى اللي انا عايشه فيه اللي مجاره منه، كلهم مشجعين جدا الفكره ومديني دعم كويس جدا نفسي ومعنوي. يعني خوض التجربة دلوقتي، بس بعد كده لما يجي حد عايز يعمل الفكرة ديت هبدأ أساعده بقى، أن أفهمهم الخطوات إيه. وأنا عاملة عشان كده صفحة على الفيسبوك اسمها ماي هاوس بس، بحط فيها كل التطورات، كل الخطوات بتاعت أي حد عايز يعمل الفكرة ديت، مش لازم يقعد يعاني نفس المعاناة اللي أنا عانيتها.